وزير الطاقة والمناجم الدكتور شاكيب خليل والوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية السيد كلوديو سكاجولا مؤتمرا صحفيا يوم الأحد 31 مايو 2009 بالجزائر. تم طرح سلسلة من الأسئلة على الوزيرين، وخاصة تلك المتعلقة بمشروع خط الأنابيب جالسي الذي سوف يربط الجزائر وإيطاليا مباشرة، ومن المفترض أن تبدأ أعمال تنفيذ جالسي في 2010 كما أكده وزير الطاقة والمناجم. كما تعلمون لدينا أنبوب غاز اسمه إنريكو ماتي، أنشأناه وأعطيناه هذا الاسم تكريما لشخصية إنريكو ماتي، فهو أقدم أنبوب والأول من نوعه العابر للقارات. تحدثنا عن إمكانية رفع طاقته الإنتاجية لتصل في نهاية السنة إلى 7 مليار متر مكعب، وهذا في مرحلتين. كما تحدثنا أيضا عن أنبوب جالسي للشركين الإيطالي وسوناتراك، فنحن نلح على سرعة بداية الأشغال به والمقررة نهاية السنة الجارية، ونحن في انتظار الدراسات البيئية. وقدرة جالسي الإنتاجية تصل إلى 8 مليار متر مكعب. وقد استضاف الدكتور شاكيب خليل فيما سبق بمقر وزارته الوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية السيد كلوديو سكاجولا. لا تنسوا زيارة موقع دكتور خليل شاكيب، نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.